أول مدرسة نقدية بشكل حقيقي للسينما كانت مدرسة سمير كامل. أنا هو ابن العظام علي الراعي محمود أمين العالم اللي كانوا بيعملوا نقد بجد، مش انطباعات صحفية بتنزل في الصحافة تاني يوم العرض يشوف الفيلم مرة. الراجل كان عشان ينقد فيلم لازم يشوفه 3-4 مرات ويقعد يفكر ويسترجعه ويحلل عناصره، بيعمل دراسة حقيقية. لما كنا بنقرأ الدراسات بتاعته أو المقالات بتاعته عن الأفلام، إحنا كمبدعين هذه الأفلام بنحاول نشوفها بشكل آخر، لأن المعروف إن المبدع لما بيعمل عمل ممكن ما يكونش مفسر هو عمل الشوت ده ليه، هو عمله زي ما حسه. اللي بيعرف يفسره له هو الناقد، بس مش بيفسر على فكرة للجمهور الفيلم، ده بيفسر لصاحب العمل نفسه الفيلم. يقول له أنت كنت متأثر هنا بكذا، أو كانت بتعتني لداخلك حاجات محددة أثرت على خيالك في الحتة ديت وتأثرت بكذا، ويمكن يجيب له حاجة. فاكر لما أنت حكيت لي على حاجة حتى في حياتك أنت كنت متأثر بالمشهد ده، ويقعد. يعني عالم النقد ما هوش انطباعات صحفية، دي مدارس مؤسسة على مناهج علمية. كان اللي بيحسسنا إن في نقد بجد وفي منهج علمي وفي مدارس نقدية تحترمها وتقعد تقرا بوعي شديد وبانتباه كان هو سمير فريد. سمير فريد بالنسبة لنا الأستاذ والمعلم كما هو يوسف شاهين بالنسبة لي بالظبط، لأن أنا عرفت الأستاذ سمير تزامنا مع معرفتي بالأستاذ يوسف شاهين، وعرفته عن طريق الأستاذ يوسف شاهين. وأول مرة كنت أشوفه في مكتب الأستاذ يوسف شاهين لما مشي الأستاذ سمير، الأستاذ يوسف فهمني مين هو الراجل، ففهمت قيمته من خلال أستاذي من قبل ما أعرف حاجة عن السينما. فهمت ان يوسف شاهين ما يعرفش يدخل فيلم غير لما سمير فريد يقرا السيناريو ويقول له رؤيته، يقول له شايف ازاي وشايف مواطن الضعف فين. ما ينفعش يوسف شاهين ينزل فيلم للجمهور غير لما سمير فريد يشوف الفيلم الاول ويقول انتقاداته، لان في مرحله نسخه العمل ممكن تصلح في المونتاج، ممكن تغير حاجات، يقول له انا امتى هنا مليت، انا هنا زهقت، انا هنا الى اخر الكلام اللي ممكن يتقال. فعرفت قيمته من غير ما لسه كنت حتى افهم في السن. انا على المستوى الشخصي ظل سمير فريد بالنسبه لي هو المعلم، لانه انا قعدتي مع الاستاذ سمير كان نصها سينما ونصها حياه وسياسه، فهو كان معلم في الحياه. انت كنت تروح وانت فرحان ان انت هتقابله، لو سواء رايح ما انتش واخد ميعاد هتقابله في لقاء زي ده او في اي حاجه، رايح فرحان لانك بجد. على فكرة الكلام مش بقوله عشان ده يعني تكريم ولا تأبين، ولا الكلام حقيقي. كنت ببقى فرحان لأن عارف ان انا هخرج من عنده بحاجة جديدة انا ما كنتش اعرفها.